كنت مستمتع اخر استمتاع. وشفنا الشوط الرابع مش عايز اقول بقى اكتساح ودرس، لدرجه بقى ان هي يعني حصل دلع شويه في الاخر، وقال لك ايه طب معلش المنافس يقرب منا شويه، حرام يعني مش معقول يبقى الفرق كده، واتدلعوا. بس لما حبوا ينهوا نهوا، وكان يعني مش عايز اقول ان الماتش كانه وان سايد جيم، ولكن باذن الله باذن الله ان شاء الله يجيبوا لنا كاس مصر ونفرح تاني برجاله الكره الطايره. عايز اكلم حضراتكم على حاجه، احنا كل اسبوع نقعد نتكلم، اقول اكلم حضراتكم على حاجه شغاله، على حاجه المنافس بيقولها، على حاجه قناه المنافس بتقولها. هجوم شغال اليومين دول على رئيس اللجنه اللي بتدير اتحاد الكره المهندس احمد مجاهد. ده الهجوم ليه بقى؟ عشان المهندس احمد مجاهد اعترف ان النادي الاهلي هو الفريق الوحيد اللي مضغوط في المباريات، وده وضع طبيعي. عايز يعني احنا كلنا شايفين ان النادي الاهلي هو الوحيد اللي عليه ضغط مباريات شديده جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا بنتكلم على مثلا اخر 3 4 شهور احنا بنلعب كل 3 ايام ماتش. لو تفتكروا حضراتكم هتقول لي ما انت في الدوري، يا سيدي انت في الدوري بتلعب زي، لا ما بتلعبش زي، انت بتلعب في المسابقه، انما انا بلعب باسم مصر في كذا مسابقه، انا بلعب باسم مصر في كذا مسابقه، مش مسؤوليتي ان انت خرجت. دي يعني مش تهمه ولا سبب حقي، بالعكس ده انا النادي الاهلي اللي بمثل مصر في البطوله الافريقيه، انا النادي الاهلي اللي بمثل مصر في بطوله كاس العالم اللي بعض الانديه بتسمع عنها بس ما بتشوفهاش، ما بتروحهاش، بتقرا عنها في الجرايد بس. انا بقى لما اجي ابص على 3 4 شهور اللي فاتوا لما كنت بلعب كل يومين 3 مباراه، واطلع من المباراه دي واروح اسافر في افريقيا وارجع من افريقيا العب ماتش تاني، واطلع من الماتش ده اروح مش عارف على اسكندريه، واطلع من اسكندريه العب على اروح قطر عشان كاس العالم للانديه، وما اتكلمناش. قلنا يا جماعه في ضغوط علينا جامده جدا جدا جدا، بس انت كمان ما تقوليش بقى ان انا كمان واقع عليا ضغوط. وعليك ضغوط في ايه؟ توعد عليك ضغوط عشان لعبت 4 ماتشات ولا 5 ماتشات في 20 يوم ولا 18 يوم؟ امال انا اقول ايه؟ امال النادي الاهلي يقول ايه؟ وعلى فكره مش عايز اقول ما بنتاثرش، طبعا في ناس اكيد اكيد في نجوم برضو اكيد بتاثر بعض الشيء، غيابها بياثر بعض الشيء، ولكن بنطلع بنقول احنا عندنا بطوله في الحته الفلانيه، احنا رايحين ما بنشتكيش، بنقول ان احنا علينا ضغوط جامده لكن ما بنشتكيش، ما بنتاثرش. والدليل سعادتك لو تحسب من اكتوبر اللي فات لما مسك مستر موسيماني لحد وقتنا هذا شهر مايو، شهر يونيو، بدايه يونيو، تتكلم حضرتك على 8 شهور ماشي. انا بتكلم على كلام واقعي اللي هو بيزعل البعض واللي هو بيعبر عن واقع حقيقي، عن واقع حقيقي، ان انا من شهر اكتوبر اللي فات لحد وقتنا هذا في ضغوط مستمره، في ضغوط مستمره. لعبت انا بطوله افريقيا اللي انا كملت فيها لحد الاخر وخدتها بالقاضيه، فاكرين طبعا حضراتكم ده ماتش ما يتنسيش، قاضيه قفشه ماشي، ادي واحده. طلعت من البطوله دي انا برضو اللي كملت في كاس مصر ودخلنا واحنا منهكين واحنا مش قادرين وكملنا ولعبنا وقت اضافي وصلنا ضربات الجزاء وكسبنا طلائع الجيش في الفاينل وخدنا كاس مصر. دي طلعنا منها كملنا ماتشات دوري ورحنا داخلين على قطر كاس العالم للانديه اللي فيه ناس مش عايز اقول ما سمعتش عنه، لا بتشوفه بس كويس. طلعنا وخدنا برونزيه كاس العالم، ودي تعتبر بطولة للنادي الأهلي، إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله يكون لنا الشرف إن احنا نوصل فاينل بإذن الله. طلعنا منها كملنا الدوري بقى، لو حضراتكم بقى تفتكروا كل يومين والتالت ماتش، كل يومين والتالت ماتش، وبعدين في حاجة كمان، كملت أنا في أفريقيا. أنا كنادي أهلي كملت في أفريقيا، وشفنا المعاناة اللي كنا بنعانيها. نطلع من هنا نيجي مصر، نطلع من مصر نروح تاني على أفريقيا. نطلع من افريقيا نرجع على ماتشين 3 ورا بعض،
نرجع نطلع من هنا نروح على مش عارف نلعب جنوب افريقيا سان داونز هنا، وبعدين نروح لجنوب افريقيا هناك، ونطلع من جنوب افريقيا على قطر، ومن قطر زي ما حضرتك شفتوا كاس السوبر اللي احنا خدناه. كويس؟ بنتاثر ببعض الغيابات والاصابات اكيد، ولكن ما بنبكيش، ما بنقولش ان دي نهايتنا، ما بنقولش اعذار. حتى انا بحترم في مستر موسيماني واقعيته في الكلام. الراجل بيقول لك انا في اوقات كتير ببقى ناقص العدد، لكن دي مش مبررات، مش مبررات، لان انت بتتكلم على النادي الاهلي العظيم. على فكره النادي الاهلي العظيم ده مش لقب، ده حقيقه النادي الاهلي، حقيقه النادي الاهلي. لما نيجي نتكلم عن النادي الاهلي نقول النادي الاهلي العظيم، جمهور الاهلي العظيم، لعيبه الاهلي العظيمه، مجالس ادارات النادي الاهلي العظيمه، ده الواقع. اللي انا بقوله لحضراتكم ده واقع. فحضرتك انا من اكتوبر، بصوا بقى، اكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس ابريل مايو وداخلين في اول يونيو، حضرتك بتتكلم عن كام شهر؟ 8 شهور وداخلين في التاسع. انا في ضغوط بقالي 8 شهور، انا في ضغوط بقالي 8 شهور. المضحك بقى يعني انا في لعيبه انا بقدرها وبحترمها جدا وعلاقتي بيها كويسه جدا من نادي الزمالك، ولكن لما تشوفهم بيتكلموا في الفتره الاخيره يقول لك ان ده ايه، ان مجرد ان نادي الزمالك لعب 4 ماتشات وهو مضغوط، فيقول لك ان ده ايه، مخطط من اللجنه برئاسه احمد مجاهد علشان توقع نادي الزمالك. مخطط؟ امال انا اللي بقالي 8 شهور مش عارف انام. بلاش يعني انا دلوقتي بقالي 8 شهور في ضغوط جامده جدا. بلاش الضغوط، الماتشات اللي ورا بعض، البطولات المتتاليه، كل ده، الاصابات، الغيابات، ده وضع طبيعي، ومع ذلك مكملين في جميع البطولات الحمد لله رب العالمين. موسم تاريخي زي مواسم تاريخيه كتير شفناها في النادي الاهلي، عدت على النادي الاهلي. لكن بقى لما تيجي يقول لك بعض اللعيبه المحترمين اللي هم الكبار اللي بيفهموا، يعني انا بتفرج على ناس معينه لاني بحترم كلامهم جدا، لكن لقيتهم هم كمان ماشيين مع ايه، مع الناس اللي بتقول لك ان عايزين نوقف مسيره نادي الزمالك ودي ضغوط على نادي الزمالك. مين امال احنا نعمل ايه؟ وبعدين تلاقي ايه، يقول لك ان المهندس احمد مجاهد ازاي يعترف ان النادي الاهلي هو اللي مضغوط؟ امال مين اللي مضغوط؟ مين اللي مضغوط؟ حضرتك اللي مضغوط عشان لعبت 4-5 ماتشات في 18 يوم ولا 20 يوم. تعالى بالورقه والقلم، انت كل الهجوم على الراجل علشان اعترف بحق النادي الاهلي واعترف ان النادي الاهلي هو الوحيد اللي كان عليه ضغوط. يعني ما اتكلمتش في لوائح، ما اتكلمتش في عقوبات ومشيت وعدت، ما اتكلمتش في ايقافات وعدت، لا، جاي يتكلم على حاجه بخصوص النادي الاهلي، بخصوص النادي الاهلي. يا جماعه ما اعترفوا بالواقع. يعني مقدمي البرامج حتى في القناه المنافسه قال لك ان ده الواقع الحقيقي اللي احنا بنمر بيه، ان نادي الزمالك مضغوط جدا. هو بيقول لك كده ليه مضغوط جدا؟ علشان كلام المهندس احمد مجاهد اللي قاله ان بصراحه النادي الاهلي هو اللي مضغوط، النادي الاهلي هو اللي مضغوط. بصوا في امثله كتير الواحد مش حابب يقولها لانها بتسيء لينا لما نيجي نقولها، انما انت سعادتك بتقول ان النادي الاهلي في ابريل، ده كلامهم هم بقى، يقول لك في ابريل النادي الاهلي لعب 8 ماتشات والنادي بتاعهم نادي الزمالك لعب 7 ماتشات، يعني الفرق ماتش واحد بس. وقال لك ايه، هو ده الضغط اللي بيجي من ماتش واحد؟ راح جاب ايه اللي بيناسبه لحد 30 ابريل، جاب لحد 30 ابريل اللي يناسبه هو، ما اتكلمش عن اللي قبل كده ولا اللي بعد كده. علشان ايه؟ عشان يثبت ان وجهه نظره صح، ان وجهه نظره صح. طب ما تيجي مع بعض كده نفتكر ماتشات النادي الاهلي. يوم 3 مايو
خلاص خلصنا من ابريل، 30 ابريل خلصت. يوم 3 مايو لعبنا مع المحله، فاكرين طبعا المحله، لعبنا مع المحله في المحله، طلعنا الاتحاد السكندري يوم 6 مايو في اسكندريه. فاهمين يعني طلعنا من المحله مخلصين الماتش بالليل، يعني عدت علينا الساعه 12 دخلنا في يوم تاني، واحنا كنا في استاد المحله الساعه، يبقى يوم 4 مايو يعني. طلعنا منها تاني يوم رحنا اسكندريه لعبنا بعديها بيومين، يوم 6 مايو لعبنا النادي الاتحاد في اسكندريه، فاكرين؟ طلعنا من اسكندريه لعبنا يوم 10 مع نادي الزمالك، صح؟ كل دي تواريخ وكل دي ماتشات اتلعبت. بعد كده تعالى لي بقى تاني، نادي الزمالك ما لعبش في الدوري، هو كان مريح، كان مريح بعد كده. انت بقى حضرتك ما كنتش بتريح ليه بقى؟ لان انت الوحيد اللي بتشرف الكره المصريه في دوري الابطال، انديه الابطال. طلعنا بعديها يوم 15 في القاهره لعبنا سان داونز الجنوب افريقي، وما ادراك ما سان داونز. حلو، ده كان في القاهره يوم 15، كويس. وبعدين اتدربنا يومين وسافرنا نلعب ماتش العوده يوم 22 في جنوب افريقيا، كويس. يعني في سفر في النص، في سفر في النص. حضرتك بتتكلم عن يوم لعبنا يوم 15، خلصنا برضو بالليل قبل ما طلعنا من الاستاد، كانت يوم 16 جه، وكان في سفر لجنوب افريقيا عشان ماتش العوده 8 ساعات، كويس، في جنوب افريقيا. رحنا قعدنا هناك 3 4 ايام لعبنا ماتش العوده، والحمد لله تاهلنا للدور قبل النهائي. طلعنا تاني يوم ماتش العوده، طلعنا من جنوب افريقيا سافرنا قطر. بصوا المسافه قد ايه والاجواء، يعني مفيش حد بيتكلم على الاجواء، لا انا هكلمك على كل حاجه، ما احنا بنتكلم عن واقع، فمش هكذب. انت جبت لي واقع لحد يوم 30 ابريل، انا هكلمك على واقع انا كمان. طلعنا من جنوب افريقيا، تخيل عشان توصل قطر تعمل ايه؟ وصلنا هنا اسوان ترانزيت علشان الطياره، وبعدين رجعنا تاني لقطر عشان نلعب ماتش السوبر مع نهضه بركان. والحمد لله كسبنا البطوله ورفعنا رايه الكره المصريه. انت بتحاسبني على ان انا الوحيد اللي رافع رايه الكره المصريه؟ يا ريت تبقى زي، يا ريت تبقى زي. وبعدين جاي تقول لي، يقول لك ايه بقى؟ طب فين ماتش الاهلي مع دجله؟ ماتش الاهلي مع دجله اللي اصلا كان محطوط غلط. ماتش الاهلي مع دجله كان محطوط بين ماتشين سان داونز، ماتش هنا والماتش الثاني كمان 6 ايام، ومحطوط لي في النص ماتش وادي دجله، وانا اصلا مسافر كمان سان داونز، مسافر جنوب افريقيا، الماتش اصلا محطوط غلط. ونفس الكلام على ماتش سيراميكا اللي بيتكلموا عنه، اللي كان قبل ماتش نهضه بركان بتاع السوبر اللي احنا لسه واخدينه الاسبوع اللي فات. طب ما هما وضع طبيعي ان الاهلي يطلب تاجيلهم، وضع طبيعي جدا، لان هما اصلا محطوطين يعني زي ما يكون عقبه كده، او اللي حطهم ما خدش باله. بين ماتشين فيهم سفر تحط لي ماتش، وبعدين بطوله سوبر تحط لي قبلها ماتش، وانا طالع من سفر جاي على سفر داخل على سفر. وخلينا اكلمكم على الاجواء معلش، وبعدين نرجع هنا. حضرتك طالع من هنا رايح على جنوب افريقيا اللي اصلا الصيف فيها كان خلص، طالع على جو فيه برد، جو برد، اطلع من جنوب افريقيا والحمد لله ربنا بيوفقنا ويكرمنا، اطلع من جنوب افريقيا اروح على قطر اللي الجو فيها دلوقتي حر. ايوه النادي الاهلي من حقه يطلب الماتشين دول يتاجلوا، وهنلعبهم، واحنا هناجلهم ومش هيتلعبوا، هيتلعبوا في الفتره اللي فيها الاولمبياد بتاع طوكيو من غير لعيبه المنتخب الاولمبي اللي حضرتك اصلا بتقول عليهم ان انا اتحاد الكره بيجاملك. يعني تخيلوا حضراتكم ان انا النادي الاهلي، انا اللي طالب الماتشين دول نلعبهم فتره الاولمبياد بالاتفاق طبعا مع الانديه الثانيه، ولكن ايه، انا عشان مش عايز اعمل مشكله هلعب الماتشات دي من غير لعيبه المنتخب الاولمبي المنضمه للمنتخب الاولمبي في الوقت ده، ما بعملش مشكله.
ما اتكلمناش قلنا لا ما ينفعش، لا النادي الاهلي ما يلعبش لازم يلعب بكل اللعيبه، ما قلناش كده. ده بالاتفاق مع الانديه قلنا ان احنا هنلعب الماتشات دي في فتره الاولمبياد وبدون اللعيبه اللي منضمه للمنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب. حضرتك دلوقتي بتحاسبني على حاجه انا كنت مضغوط فيها عشان بمثل مصر ورافع اسم مصر؟ لو حضرتك مكاني كانت دي هتبقى مش عايز اقول مبررات او اعذار، انما كنت ايه هقول ماشي ده يا سيدي ماشي نقف كلنا وراه لانه بيلعب باسم مصر. انما في حاجات زي ما انا قلت بتتشاف بس بيتسمع عنها بس، يكون النادي الاهلي هو اللي في الحدث والباقي بيسمع الباقي بيشوف. يعني لو كنت حضرتك في نفس الظروف دي كنت هتعمل زي ما النادي الاهلي عمل، كنت هتطلب ان انت يتاجل لك ماتشات. لان بصراحه انا عايز اقول لك يعني عايز اقول لحضراتكم حاجه، خلينا بقى ان احنا نتكلم بالعقل كده. الماتشين بتوع دجله وسيراميكا اتحطوا من الاول غلط، اتحطوا من الاول غلط، اللي حطهم غلط، ما خدش باله فحطهم غلط. ان انا العب هنا وبعديها بثلاث ايام العب وبعدين اسافر وبعدين اجي بعد كده ارجع هنا العب سيراميكا وبعدين اسافر قطر، ايه ده؟ هي اصلا اتحطت غلط. اتحطت غلط. مش ذنبي ان انا بمثل مصر، مش ذنبي ان انا بفرح مصر. النادي الاهلي كده حل ازمه، خلي بالك. النادي الاهلي حل ازمه. مش بيتجامل، مش بيتجامل من اي طرف. النادي الاهلي عمره ما بيتجامل. ولو في مجامله لان انا بلعب باسم مصر. ودجله وافق وسيراميكا وافق وخلاص الامور عدت وانا مش عايز اقول انا اللي متضرر، ان شاء الله ما بقاش في ضرر. لكن انا طلبت كمان ان انا العب وانا في التوقيت ده ما عنديش كل اللعيبه بتاعتي. ممكن يجي يقول لك والله المنتخب الاولمبي هياخد منك كذا وكذا وكذا، ممكن يكون فيهم لعيب مؤثر جدا او اتنين لعيبه مثلا ثلاثه مؤثرين جدا، ولكن احنا قلنا هنلعب مش عايزين نعمل مشكله. فحضرتك بتتكلم في ايه؟ حضرتك بتتكلم في تضليل. بتضلل الناس. لا بلاش نضلل الناس، ويا ريت نقول لهم الحقيقه. يا ريت نقول لهم الحقيقه والواقع اللي احنا شايفينه ولامسينه. طيب نيجي للمباريات في شهر يونيو. مش ماتشات الاهلي اتاجلت؟ مباريات حضرتك اتاجلت. اتاجلت لان في لعيبه دوليين في منتخباتهم واللائحه بتقول لك ايه؟ اي نادي عنده اتنين لعيبه او اكتر في المنتخبات ماتشاته تتاجل في فتره الفيفا اللي هي فيها ماتشات. ده واقع. طب ما ماتشات حضرتك اتاجلت. في نفس الفتره. هو انت ليه ما بتقولش كل الحقيقه؟ يعني الحقيقه كلها انت ليه ما بتقولهاش؟ يعني يقول لك سطر والسطرين اللي بعديهم لا. مالناش دعوه. ولا كاني شفتهم. لما تقول الحقيقه حضرتك تقولها كامله، انا بقول لك الحقيقه كامله بالارقام وبالتواريخ. بالارقام وبالتواريخ. ولما تيجي تتكلم حضرتك على النادي الاهلي طيب عد بقى النادي الاهلي كان مضغوط لانه بيلعب في ايه؟ في ايه؟ مش تيجي نحسبها؟ بطولة الدوري حضرتك بتلعب معايا في بطولة الدوري، كأس مصر حضرتك كنت بتلعب معايا وأنا وصلت فاينل وخدت البطولة، دوري أبطال أفريقيا وحضرتك وصلت معايا للنهائي السنة اللي فاتت وأنا بلاش أنا قفشة اديها لنا بالقاضي، يا ربنا اديها لنا البطولة دي، البطولة اللي احنا فيها دي، مش ذنبي ان انا مكمل. مش ذنبي ان انا مكمل وحضرتك خرجت منها. ده مش ذنبي. ده فخر. ده فخر لمصر. قبل ما يبقى فخر للجمهور النادي الاهلي او النادي الاهلي. بطولة السوبر الافريقي دي بطولة في مباراة اللي كان يقول لك دي لا ده احنا اول ناس مش عارف خدنا السوبر ده احنا عملنا وبعد كده يقول لك ايه ده ماتش ببطوله دي يا عم دي بطوله مش عارف وهميه دي بطوله ايه خدناها برضو شيء وهميه خدناها. طب كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه
تسمع عنه بس، يعني ممكن تسمع عنه في الصحف، وممكن البعض كان بيتفرج بس علشان النادي الاهلي يخسر قدام الفرق بتاعت كاس العالم في دوره كاس العالم، بطوله كاس العالم اتعملت في قطر. ولكن الاهلي الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا برغم الظروف الصعبه اللي كنا بنمر بيها وخدنا برونزيه كاس العالم، وده يعتبر انجاز في الفتره دي، يعتبر انجاز. يا جماعه لما نيجي نحلل الامور لازم نحلل الامور بواقعيه، لما نيجي نتكلم على حقائق لازم تحط كل الحقائق في مكانها الطبيعي، مش تهلل وتستفز الناس. انت بتقول مش عارف كلام ايه، وانت اصلا بتقول كلام مش مقتنع بيه، لكن انت عايز توجه الناس في اتجاه تاني خالص. يبقى انت عارف ان السكه ماشيه كده او الحقيقه كده، وانت عمال تعمل كده او كده، لا يمين لا شمال. تتكلم عن تاجيل المباريات، تاجل لك مباريات يا حبيبي، انت كمان بتاجل لك مباريات. ده انت كمان بتاجل لك ايه؟ ده انت كان بيتاجل لك المتاجل، كان بيتاجل لك الماتش المتاجل. النادي الاهلي ما تعملوش كده، وزي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي كان بيحارب في خمس جهات، ده الحمد لله رب العالمين ان احنا لحد دلوقتي مكملين، في الدوري. حد تاني غيرنا كان هيختلق لك بقى الاعذار. ده احنا بقول لك ايه، ده انا ده الماتش اللي فات، اللي قال لك ان بعد التعادل، مش احنا، قال لك ان اللعيبه بسبب الضغوط اللي عاملها علينا اتحاد الكوره، اللعيبه اللي غابت عن الماتش هي اللي اثرت والنتيجه طلعت تعادل. اولا طيب، عشان النتيجه طلعت تعادل مع فريق كان بيلعب ب 10 لعيبه من بدايه الشوط الثاني، ماشي. طب تقول ايه على النادي الاهلي اللي كان في فتره من الفترات الصعبه دي من اكتوبر لحد النهارده بيغيب عنه كل ماتش بالاربع والخمس لعيبه، بالاربع والخمس لعيبه ومكملين، لعبنا كاس عالم وكانت القوه الضربه بتاعتنا علي معلول اللي في خط الظهر وقع مننا واتصاب، لو بتفتكروا في ماتش البايرن من البدايه، كويس. والضغوط اللي قبلها كل ماتش بتطلع ثلاث اربع لعيبه بتلعب من غيرهم، كويس. بعد كده بالاربع وخمس لعيبه، وانتوا عارفين حضراتكم الاسامي كلها، من اول خط الظهر لحد خط الهجوم، محمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي وياسر ابراهيم وايمن اشرف. انت بتتكلم عن قوام اساسي لفرقه، ومع ذلك لما دخلنا البطولات في الفاينل كسبنا المنافس، في كاس العالم خدنا ثالث كاس عالم. هقول تاني؟ انا مش هقعد اعد تاني، ده هتعب. احنا بنتعب والله بنتعب، ولكن احنا ملناش دعوه باي حد تاني. انا بس بقول لكم الحقائق، احنا لينا هدف كنادي اهلي. احنا كل الكلام ده يمكن اتكلمنا فيه علشان احنا بنتكلم على ايه. النادي الاهلي بياخد بطوله يفرح ساعتين ثلاثه او يفرح بقيه اليوم، وتاني يوم بيبص البطوله اللي بعدها، هو ده هدفي. انا ببص لكده حتى وانا مضغوط. يمكن احنا بداناها بالكره الطايره، وبالمناسبه دخلنا في كره القدم، انما انا بتكلم ان انا حتى وانا مضغوط ما بديش مبررات. اتكلمنا على واقعيه مستر موسيماني، انا بتعجبني جدا واقعيه الراجل. الراجل اولا بيتكلم بكل تلقائيه، وبتحس ان هو بيتكلم، يعني ناس بتاخد عليه ساعات بعض الاحيان ان هو بيتكلم بيرتجل وبيقول كل اللي في قلبه. انا ما باخدش عليه كده بصراحه، لا، انا شايف ان الراجل واقعي جدا جدا جدا، وعمره ما قال في حديث لو تفتكروا ان يجيب لك مبررات في مثلا اصابه لعيبه، غياب لعيبه، لا ما بيقولش كده خالص. بيقول انا عندي اصابات وعندي غيابات وعندي ضغوط، ولكن عمره ما قال ان دي مبررات. لما خدنا بطوله افريقيا كان في ناس غايبه عننا، خدنا كاس مصر كانت في ناس غايبه عننا. طيب عايزين نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره تانيه، ارجوكم انتظروا.